يعني فيها شيء عجيب. الصيغة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الخيل قبل نجد وأتت وجدوا ذلك الرجل الذي كان كافرا في ذلك الوقت واسمه ثمامة بن أثال، والناس تغلط فيه فتقول ثمامة بن آثال، مفتح الهمزة والصواب الضم، وأتوا به وهو كان من أعداء المسلمين وممن أصاب منهم. فلما جاءوا به أسيرا ربطوه في سارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني لا تلام إذا قتلتني لأنني قتلت منكم، فإذا إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، خرج إليه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له: ما قلت لك بالأمس، إن تنعم على شاكر. فترك حتى كان بعد الغد، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له: ما قلت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فخرج ثمامة حتى أتى نخلا قريبا من المسجد فاغتسل، ثم رجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا محمد ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما دخل مكة رأته قريش قالوا له: أصبوت؟ فقال: لا، بل أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تأخذ الميرة من اليمامة، وكان ثمامة سيد بني حنيفة سيد اليمامة، فقال: ما حبة الحنطة لا تأتيكم حتى يأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد، المسألة التي سقت لأجل هذه الرواية المبسوطة، أن كثيرا من المستشرقين قالوا إنما نشر الإسلام بالسيف وأقبل عليه الناس بالقهر. ثمامة بن أثال يعطيكم صفة عن العربي في ذلك الوقت: العربي رجل لا يقبل القهر. ذكرنا لكم غير مرة قول هذاك، وهو من الشواهد: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت أبات الضيم لا يقبلون الضيم يأبونه. هو ثمامة بن أثال ينوي الإسلام، مزمع عليه، يريده، لكن لا يريده وهو مربوط. لماذا؟ حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل، وإنما أسلم بعدما أرسل وبعدما خلي سبيله. هذا هم العرب، قوم بحال هذا كيف ينشر فيهم الإسلام في السيف؟ نعم.